شهد هذا الموسم عددا كبيرا من اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين، وصل لمئة وثلاثة لاعبين محترفين، وذلك بعد قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى سبعة لاعبين لكل فريق. ونال المحترف البرازيلي النصيب الأكبر في المسابقة، حيث وصل عدد البرازيليين في الدوري السعودي لأربعة وعشرين لاعبا. وكان للاعبين المصريين حضورا لافتا هذا الموسم، يتواجد 12 لاعبا دفعة واحدة، فيما وصل عدد اللاعبين التونسيين لثمانية لاعبين في المرتبة الثالثة. يذكر أن 15 محترفا أجنبيا في الدوري السعودي سيحلقون في سماء مونديال روسيا 2018، في مؤشر إلى ارتفاع كبير عن مونديال البرازيل السابق، إذ لم يوجد في خريطته سوى لاعب محترف وحيد هو لاعب نادي الهلال السابق الإكوادوري كاستيلو، ما يؤكد تطور الدوري على مستوى استقطاب لاعبين ذوي إمكانيات فنية عالية أسهموا بشكل مباشر في تأهل منتخباتهم إلى كأس العالم. وتبرز مصر كأكثر الدول التي تمد الدوري بلاعبين مرشحين للمشاركة في التشكيلة الأرجنتيني كوبر بسبعة لاعبين، خمسة منهم تم اختيارهم للمعسكر الإعدادي، هم عصام الحضري ومحمود شيكابالا ومحمود كهربا ومحمد عبد الشافي ومؤمن زكريا، فيما يبقى اسمان مرشحان ليكونا ضمن كتيبة الفراعنة في الأراضي الروسية، وهما مصطفى فتحي وصالح جمعة. وبعدد مقارب تأتي تونس في المرتبة الثانية بخمسة لاعبين، أربعة منهم يعدون من أعمدة نصور قرطاج الذين أسهموا في تأهل منتخب بلادهم للمونديال بعد غياب دام 12 عاما، هم أيمن المثلوثي وفخر الدين بن يوسف ومحمد بن عمر وفرجاني ساسي، فيما يبقى اللاعب الخامس خيارا غير مستبعد للمدرب نبيل معلول، وهو مهاجم الاتحاد أحمد العكايشي، ويحاول اللاعبان المغربيان محمد فوزير وأشرف بن شرقي أن يكونا ضمن الأسماء المختارة لمشاركة أسود الأطلسي في كأس العالم. ومن القارة الصفراء يمثل المنتخب الأسترالي أحد أهم خياراته في المونديال مارك ميليغان.